أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نكون باستعراض وفتح الصندوق الخاص بلابتوب HP. HP هذا اللابتوب موديل HP 250G6. HP إذن كما تكلمنا 250G6، سوف نقوم بفتح الصندوق واستعراض المواصفات الخاصة بهذا الجهاز. طبعا أحببت أن أنوه لموضوع مهم جدا، أن هذا اللابتوب الذي بين أيدينا يأتي مرفق معه حقيبة HP Original، حقيبة HP Original، فبالتالي الصندوق يأتي بسماكة عريضة نوعا ما كما نشاهد على الشكل التالي. طبعا نلاحظ وجود كتيبات التعليمات كالعادة، ومنها باللغة العربية كما نلاحظ إرشادات الإعدادات. نلاحظ وجود اللابتوب مع الحقيبة. بعض كتيبات التعليمات أيضا، وكما هو معروف أو متعارف عليه في بعض اللابتوبات CD التعريف غير مرفق مع هذا الجهاز على ما يبدو. الحقيبة كما نشاهد الأورجينال كما تكلمت، إذن هي حقيبة أورجينال. الحقيبة HP أورجينال، يتوفر داخلها جكات الكهرباء أو كابلات وصلات الكهرباء بالإضافة إلى الشاحن الأورجينال بداخلها، كما يوجد كابل إضافي ثلاثي. هذه بالنسبة للحقيبة المرفقة مع الجهاز، طبعا تأتي باللون الأسود فقط، باللون الأسود فقط. هذه أصدقائي محتويات الصندوق، لا يوجد سوى الحقيبة واللابتوب والشاحن فقط وبعض كتيبات التعليمات. الآن أصدقائي نأتي لاستعراض اللابتوب الذي بين أيدينا. كما نلاحظ أصدقائي اللابتوب بين أيدينا أصبح، وكما نلاحظ وجود شعار HP بشكل مرآة في منتصف اللابتوب. اللابتوب يأتي باللون الرمادي كما نلاحظ. أما بالنسبة لخلف الجهاز نلاحظ أن البطارية قابلة للنزع كما نلاحظ، على عكس بعض اللابتوبات التي أصبحت تأتي البطارية مدمجة من داخل الجهاز وتحتاج إلى فك كامل الجهاز للوصول إلى البطارية. إذن البطارية قابلة للنزع. أما بالنسبة لهذه الجهة كما نلاحظ وجود السواقة الليزرية بالإضافة إلى مدخل USB وقارئة ذواكر من هذا الطرف. أما بهذا الطرف نلاحظ بداية وجود مدخل السماعات 3.5 وهو سماعات الرأس بالإضافة إلى مدخل المايك في جك واحد، وجود مدخلي USB. لاحظت وكأنه لا يدعم USB 3 فقط USB عادية 2، هكذا لاحظت، لم أجد مدخل لونه أزرق. بالإضافة إلى مخرج HD للصورة، مدخل اللان كابل الشبكة وهو أعتقد بسرعة 1000، وبالإضافة إلى مخرج صورة VGA، إذن يدعم مخرجي صورة HD و VGA، بالإضافة إلى مكان التبريد وخروج الهواء من المروحة منها هنا، وبالنهاية مدخل الشحن جاك الشحن. من الداخل أصدقائي نلاحظ الجهاز على هذه الصورة. نلاحظ الجهاز بهذا الشكل كما تشاهدون أصدقائي. سوف أتكلم الآن عن المواصفات بشكل سريع. أصدقائي الجهاز يأتي بمعالج كور i3 من الجيل السابع، بالإضافة إلى كرت شاشة منفصل ATI Radeon ب 2 جيجا.
إضافة إلى هارد داخلي يأتي بواحد تيرا، هارد ميكانيكي طبعا وليس SSD، إضافة إلى الرامات 4 جيجا DDR4. هذه أهم المواصفات لهذا اللابتوب الذي بين أيدينا، وهذه أهم الأمور التي شاهدناها، طبعا إضافة إلى وجود الكاميرا كما نشاهد كالعادة في أعلى الشاشة. طبعا أحببت أن أتأكد لكم فقط من جيل المعالج بشكل سريع. أعتذر أن جيل المعالج هو جيل سادس، اللابتوب كور اي 3 من الجيل السادس، من الجيل السادس، وكما تكلمت برام 4 جيجا DDR4 بالإضافة إلى القرص الداخلي الميكانيكي، القرص العادي بواحد تيرا. هذه أهم المواصفات عن هذا اللابتوب HP 250G6، وهو من اللابتوبات الحديثة. قمنا بفتح الصندوق ومعاينة أطراف ومحيط الجهاز بشكل سريع. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.